باب ما جاء في قبض العلم. أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين يهلكوا. قال ابن المبارك رحمه الله: من قبل أصاغرهم، يعني أهل البدع، فأما أن يروي كبير عن صغير فلا. أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. أخبرنا مسعر قال: سمعت عمرو بن مرة يحدث عن عون وراه عن أبيه ثم قال: بل حقا إن شاء الله، يعني عن أبيه حقا، قال: كان يقال: اتقوا صعاب الكلام. أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ وأخبرنا صالح المري قال: حدثنا خليد بن حسان عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمال قراؤها أمراءها، ولم يزك صلحاؤها فجارها، ولم يمن خيارها شرارها، فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب وضربهم بالفاقة والفقر وملأ قلوبهم رعبا. أخبرنا جرير بن حازم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين رأى الناس يسألون ويتعلمون فقال للحارث بن قيس: يا حارث بن قيس، أترى الناس يتعلمون ليعملوا؟ قال: لا والله أظن، ولكن أظنهم يتعلمون ثم يتركون. قال: أظنك والله صادقا. أخبرنا مسحر قال: سمعت عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: صاحب سلمان رجل من بني عبس، قال: فشرب من دجلة شربة، فقال له سلمان رضي الله عنه: عد فاشرب. قال: قد رويت. قال: أترى شربتك هذه نقصت منها شيئا؟ قال: وما ينقص منها شربة شربتها. قال: كذلك العلم لا يفنى، فاتبع من العلم ما ينفعك. ثم سار حتى أتى نهر دن، فإذا كدس تذرى وإذا أطعمة، قال: فقال: يا أخا بني عبس، إن الذي فتح لكم هذا وخولكموه ورزقكموه إن كان ليملك خزائنه، ومحمد صلى الله عليه وسلم حي، وإن كانوا ليمسون ويصبحون وما فيهم صاع من طعام. ثم ذكر ما فتح الله على المسلمين بجلولاء، فقال: يا أخا بني عبس، إن الذي فتح لكم هذا وخولكموه ورزقكموه إن كان ليملك خزائنه، ومحمد صلى الله عليه وسلم حي، وإن كانوا ليمسون ويصبحون وما فيهم دينار ولا درهم. أخبرنا ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن تفسير آية فقال: اتق الله وعليك بالسداد وبالصواب، ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل الله القرآن. أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبي مخزوم النهشلي عن سيار أبي الحكم قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: إنكم تستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. أخبرنا معمر وسألته عن هذه الآية وآتيناه الحكم صبيا قال: بلغنا أن الصبيان قالوا ليحيى عليه السلام: اذهب بنا نلعب. قال: ما للعب خلقنا. باب الإثم ما حاك في الصدر. أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس حدثه عن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج أن رجلا سأل فقال: يا رسول الله، ما يحل لي مما يحرم علي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه 3 مرات كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال:
أين السائل؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. ونقر بأصبعيه ما أنكر قلبك فدعه. أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سأل رجل النبي عليه السلام: ما الإثم؟ قال: ما حك في صدرك فدعه. أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي قال: حدثني فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. باب في الخلال المذمومة. أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعيد قال: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن عطية بن قيس عن عوف بن مالك الأشجعي أنه كان مواخيا لرجل من قيس يقال له محلم، ثم إن محلما حضره الموت، فأقبل عليه عوف فقال: يا محلم، إذا أنت وردت فارجع إلينا فاخبرنا بالذي صنع بك. قال محلم: إن كان يكون ذلك لمثلي فعلت. فقبض محلم، ثم ثوى عوف بعده عاما، فرآه في منامه فقال: يا محلم، ما صنعت وما صنع بكم؟ فقال له: وفينا أجورنا كلها. قال: كلكم؟ قال: كلنا إلا خواص قد هلكوا في اليسير، الذين يشار إليهم بالأصابع. والله لقد وفيت أجري كله، حتى وفيت أجر هرة ضلت لأهلي قبل وفاتي بليلة. فأصبح عوف فغدا على امرأة محلم، فلما دخل قالت له: مرحبا زورا مغب بعد محلم. فقال عوف: هل رأيت محلما منذ توفي؟ قالت: نعم، رأيته البارحة ونازعني ابنتي ليذهب بها معه. فأخبرها عوف بالذي رأى وما ذكر من الهرة التي ظلت لأهله. فقالت: لا علم لي بذلك، خدمي أعلم بذلك. فدعت خدمها فسألتهن، فأخبروها أنها ظلت لهم هرة قبل مقبض محلم بليلة. باب في الرياء. أخبرنا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان يصف أمر الرياء فيقول: ما كان من نفسك فرضيته نفسك لها، فإنه من نفسك فعاتبها، وما كان من نفسك فكرهته نفسك لها، فإنه من الشيطان فتعوذ بالله منه. وكان أبو حازم يقول ذلك. ورنا سعيد بن يزيد أبو شجاع قال: حدثني عبيد الله ابن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي أمية قال: كل ما كره العبد فليس منه. وذكر الرياء. أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن الأشج حدثهم أن عبد الله بن سلام خرج من حائط له بحزمة حطب يحملها، فلما أبصره الناس قالوا: يا أبا يوسف، قد كان في ولدك وعبيدك من يكفيك هذا؟ قال: أردت أن أجرب قلبي هل ينكر هذا؟ أخبرنا زائدة بن قدامة عن عاصم قال: أما أبو عبيدة بن الجراح قوما مرة، فلما انصرف قال: ما زال الشيطان بي آنفا حتى رأيت أن لي فضلا على من خلفي لا أؤم أبدا. باب في سرعة المشي. أخبرنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب في قوله تعالى: واقصد في مشيك، قال: السرعة. أخبرنا رجل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسرع في المشي ويقول: هو أبعد من الزهو وأسرع في الحاجة. أخبرنا أبو إسرائيل عن سيار أبي الحكم حدثه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مشية السواقي للعاجز ولا الكسلان. أخبرنا رشدين بن سعد قال: حدثني عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من النبي عليه السلام، كأن الأرض تطوى له. إنا لنجهد وإنه لغير مكترث. باب في الصمت. أخبرنا رباح بن زيد قال: حدثني عبد الله ابن سعيد بن أبي عاصم قال: سمعت وهب بن منبه يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ قال: قيم الدين الصلاة، وسمام العمل الجهاد في سبيل الله، وأفضل أخلاق الإسلام الصمت حتى يسلم الناس منك. أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثني ابن أبي نجيح قال: سمعت طاووسا يسأل أبي عن حديث، فرأيت طاووسا كأنه يعقد بيده، وقال: أبي يا أبا عبد الرحمن، إن لقمان قال: من الصمت حكما وقليل فاعله. فقال له طاووس: يا أبا نجيح، من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله. أخبرنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن شفي الأصبحي قال: من كثر كلامه كثرت خطيئته. أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: بلغني أن شداد بن أوس نزل منزلا فقال: ائتوني بالسفرة نعبث بها. قال: فأنكرت منه، فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها ثم أزمها غير هذه، فلا تحفظوها علي. أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عقيل بن مدرك يرفعه إلى أبي سعيد الخدري أن رجلا أتاه فقال: أوصني يا أبا سعيد. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: سألتني عما سألت عنه من قبلك، أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض، وعليك بالصمت، فإنك به تغلب الشيطان. باب. أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن رجل من بني حنظلة قال: أحسبه من بني مجاشع قال: انطلقنا نؤم البيت، فلما علونا في الأرض إذا نحن بأخبية مبثوثة وإذا فيها فسطاط، قال: قلت لأصحابي: عليكم بصاحب الفسطاط، فإنه سيد القوم. فانتهينا إليه فسلمنا، فاطلع علينا من الفسطاط شيخ جليل، فقال: من القوم؟ قلنا: من أهل العراق، من أهل البصرة، نؤم البيت العتيق. قال: وأنا قد حدثت نفسي بذلك. قال: فلا أراني إلا سأصحبكم. فأتانا بسويق له غليظ، فجعل يطعمنا منه ويسقينا، ثم أمر الغلام بالرحيل. أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، ومن انتهى عن الفحشاء والمنكر فقد أطاع الصلاة. أخبرنا رشدين بن سعد قال: حدثني ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذن لنا بالاختصاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خصى ولا اختصى، إن خصاء أمتي الصيام. قال: يا رسول الله، إذن لنا في السياحة. قال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قال: يا رسول الله، إذن لنا في الترهب. قال: إن ترهب أمتي الجلوس في المسجد انتظار الصلاة. أخبرنا عبد الله بن الوليد بن معقل قال: حدثنا عون بن عبد الله قال: أوصى رجل ابنه فقال: يا بني، عليك بتقوى الله، وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس، وغدا خيرا منك اليوم، فافعل. وإذا صليت الصلاة فصلي صلاة مودع، وإياك وكثرة تطلب الحاجات، فإنها فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه. قال: وأخبرنا أيضا قال: سمعت عونا يقول: قام أبو الدرداء رضي الله عنه على درج مسجد دمشق فقال: يا أهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون شديدا ويأملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عيسى عليه السلام: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم، انظروا إلى هذا الطير تغدو وتروح، لا تحرثوا
ولا تحسد، والله يرزقها. فإن قلتم نحن أعظم بطونا، فانظروا إلى هذه الأباقر من الوحش والحمر، فإنها تغدو وتروح، لا تحرث ولا تحصد، والله يرزقها. واتقوا فضول الدنيا، فإن فضول الدنيا عند الله رجس. أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، ومن سره أن يعلم مكان الشيطان منه فلينظره عند عمل السر. أخبرنا أبو جناب الكلبي قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء، والباطل خفيف وهو مع خفته وبيء، وترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرن رجل من نفسه كثرة الناس حوله. أخبرنا المبارك بن فضالة أنه سمع الحسن يقول: يا ابن آدم، طئ الأرض بقدمك، فإنها عن قليل قبرك، وإنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. أخبرنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي قال: كان أبي جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه بدمشق، وكان بدمشق رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو في صلاة، فإذا انصرف فإنما هو في تكبير وتسبيح وتهليل حتى يأتي أهله. فمر بنا يوما ونحن عند أبي الدرداء فسلم، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، إن الله لا يحب الفحش والتفحش. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال: من استطاع منكم أن يكون إماما لأهله، إماما لحيه، إماما لمسجده، إماما لمن وراء ذلك، فإنه ليس يوجد عند شيء إلا كان لك منه نصيب. باب في ذكر أويس القرني وغيره. أخبرنا جعفر بن حيان قال: حدثنا أبو نضرة العبدي عن أسير بن جابر قال: كنا نقعد في مجلس من تلك المجالس ويقعد معنا أويس القرني، فأحسب جعفرا ذكر من صمته، فإذا حدث هو أصاب حديثه من قلوبنا ما لم يصب حديث غيره. قال: فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفدا قدموا عليه: هل سقط إليكم رجل من قرن من أمره؟ فقال الرجل لأويس: ذكرك أمير المؤمنين، فلم تذكر ذلك لنا. قال: ما كان في ذكره ما أتبلغ به إليكم. قال: فأخذ عليه عهدا وميثاقا لا يحدث به غيره. أخبرنا عيسى بن عمر قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: لما لقيه عمر فظهر عليه هرب، فما رؤي حتى مات. أخبرنا عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال: كنا عند عبادة بن الصامت رضي الله عنه واشتكى، فأقبل الصنابحي فقال عبادة رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق سبع سماوات، فعمل ما عمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. فلما انتهى الصنابحي قال عبادة: لئن سئلت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. باب في ذكر عامر بن عبد قيس. أخبرنا السري بن يحيى عن الحسن قال: قال عامر لقوم ذكروا الدنيا قال: وإنكم لتهتمون، أما والله لئن استطعت لأجعلنهما هما واحدا. قال: ففعل والله ذلك حتى لحق بالله. أخبرنا جعفر بن حيان عن طريف بن شهاب قال: ذكر للحسن قول عامر: لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن أجد ما تذكرون في الصلاة. فقال الحسن: ما اصطنع الله ذلك عندنا. أخبرنا همام عن قتادة قال: أنبئت أن عامر بن عبد قيس تخلف عن أصحابه، فقيل له: إن هذه الأجمة فيها الأسد، وإنا نخشى عليك. قال: إني لأستحيي من ربي أن أخشى شيئا دونه. أخبرنا همام أيضا عن قتادة قال: كان عامر بن عبد قيس سأل ربه أن يهون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء وله بخار، وسأل ربه أن ينزع شهوة النساء من قلبه،
فكان لا يبالي أذكرا لقي أم أنثى، وسأل الله أن يمنع قلبه الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. أخبرنا معمر قال حدثني محمد بن واسع عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال أخبرني ابن أخي عامر بن عبد قيس أن عامرا كان يأخذ عطاءه فيجعله في طرف ثوبه، فلا أحد من المساكين يلقاه إلا عطاه، إذا دخل بيته رمى به إليهم فيعدونها فيجدونها سواء كما أعطيها. باب في ذكر صلة ابن أشيم. أخبرنا المسلم بن سعيد الواسطي قال أخبرني حماد بن جعفر ابن زيد براه قال العبدي أن أباه أخبره قال خرجنا في غزوة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، قال فنزل الناس من عند العتمة فقلت لأرمقن عمله فأنظر ما يقول الناس من عبادته، فصلوا العتمة ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب فدخل غيظة قريبا منا، ودخلت في إثره فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة، قال وجاء أسد حتى دنا منه فصعدت في شجرة قال أفتراه التفت أو عدا به حرضا حتى سجد، فقلت الآن يفترسه فلا شيء، فجلس ثم سلم فقال أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر، فولى وإن له لزئيرا أقول تصدع الجبال منه، فما زال كذلك يصلي حتى لما كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع مثلها إلا ما شاء الله، ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة، ثم رجع فأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم. فلما دنونا من أرض العدو قال الأمير لا يشذن أحد من العسكر، قال فذهبت بغلته بثقلها فأخذ يصلي، فقالوا له إن الناس قد ذهبوا فمضى، ثم قال دعوني أصلي ركعتين، قالوا إن الناس قد ذهبوا، قال إنهما خفيفتان، قال فدعا ثم قال اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي بثقلها، قال فجاءت حتى قامت بين يديه، قال فلما لقينا العدو حمل هو وهشام بن عامر فصنعا بهم طعنا وضربا وقتلا، قال فكسر ذلك العدو وقالوا رجلان من العرب صنعا بنا هذا فكيف لو قاتلونا، فأعطوا المسلمين حاجتهم. فقيل لأبي هريرة إن هشام بن عامر وكان يجالسه ألقى بيده إلى التهلكة وأخبر بخبره، فقال أبو هريرة رضي الله عنه كلا ولكنه التمس هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أخبرنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل يقال له صلة بن أشيم يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا. أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا حميد بن هلال عن صلة بن أشيم قال خرجت في بعض قرى نهر تيرا أسير على دابتي في زمان فيوض الماء، فأنا أسير على مسنات والماء على جنبتي، فسرت يومين لا أجد شيئا آكله فاشتد جوعي، قال فلقيني علج يحمل على عنقه شيئا فقلت ضعه فوضعه، فإذا خبز فقلت أطعمني منه، فقال نعم إن شئت ولكن فيه شحم خنزير، قال فلما قال ذلك تركته ومضيت، ثم لقيت آخر يحمل على عنقه طعاما فقلت أطعمني، فقال تزودت هذا لكذا وكذا من يوم، فإن أخذت منه شيئا أضررت بي وأجعتني، فتركته ثم مضيت، فوالله إني لأسير إذ سمعت خلفي وجبة كخواية الطير يعني صوت طيرانه، فالتفت فإذا شيء ملفوف في سب أبيض أي خمار أبيض، فنزلت إليه فإذا دوخلة من رطب في زمان ليس رطبة، فأكلت منه فلم أرى رطبا قط أطيب منه، وشربت من الماء ثم لففت ما بقي وركبت الفرس وحملت نواهن معي. قال جرير فحدثني أوف بن دلهم قال رأيت ذلك السب مع امرأته ملفوفا فيه مصحفها ثم فقد بعد، فلا يدرى أسرق أم ذهب أما صنع. وباب في ذكر عامر بن عبد القيس. أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد عن معقل بن يسار قال كان أول ما عرفت
عامر بن عبد الله العبدي أني رأيته فوصف قريبا من رحفة بني سليم على دابة رجل من أهل الذمة يظلم فنهى عنه، فلما أبوا قال كذبتم والله لا تظلم ذمة الله اليوم وأنا شاهد، فنزل فتخلصه. فلما كان بعد ذلك أتيته في منزله، كان الناس يقولون إن عامرا لا يأكل السمن ولا يأكل اللحم ولا يتزوج النساء ولا تمس بشرته بشرة أحد، ويقول إني مثل إبراهيم. فلما دخلت عليه أخرج يده من تحت البرنس حتى أخذ بيدي، فقلت هذه واحدة. فلما تحدثنا قلت إن الناس يقولون إنك لا تأكل اللحم ولا تأكل السمن ولا تتزوج النساء وتقول إني مثل إبراهيم. قال أما قولهم إني لا أكل اللحم فإن هؤلاء قد صنعوا في الذبائح شيئا لا أدري ما هو، فإذا اشتهيت اللحم أمرنا بشاة فاشتريت لنا فذبحناها فأكلنا من لحمها، وأما قولهم إني لا أكل السمن فإني لا أكل ما يجيء منها هنا وأكل ما يجيء منها هنا، يعني الأهوار والبادية، وأما قولهم إني لا أتزوج النساء فإنما هي نفس واحدة فقد كادت تغلبني، وأما قولهم إني قلت إني مثل إبراهيم فإني قلت إني لأرجو أن يجعلني الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أخبرنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر قال حدثني بلال بن سعد أن عامر بن عبد قيس وشي به إلى زياد وقال غيره ابن عامر، فقال له إنها هنا رجلا يقال له ما إبراهيم خير منك فيسكت، وقد ترك النساء، فكتب فيه إلى عثمان فكتب إليه أن أنفه إلى الشام على قتب. فلما جاءه الكتاب أرسل إلى عامر فقال أنت الذي قيل له ما إبراهيم خير منك فسكت، فقال أما والله ما سكوتي إلا تعجبا، لوددت أني كنت غبارا على قدميه يدخل بي الجنة. قال ولم تركت النساء؟ قال ما والله ما تركتهن إلا أني قد علمت أنه متى تكون لي امرأة فعسى أن يكون ولد، ومتى يكون لي ولد انشغلت الدنيا قلبي فأحببت التخلي من ذلك، فأجلاه على قتب إلى الشام. فلما قدم أنزله معاوية معه الخضراء، بعث إليه معاوية بجارية وأمرها أن تعلمه حاله، فكان يخرج من السحر فلا تراه إلا بعد العتمة، ويبعث إليه معاوية بطعامه لا يعرض لشيء منه، ويجيء معه بكسر فيجعلها في ماء ثم يأكل منها ويشرب من ذلك الماء، فلا يزال ذلك مقامه حتى يسمع النداء فيخرج، فلا تراه إلى مثلها. فكتب معاوية رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه يذكر له حاله، فكتب إليه أن يجعله أول داخل وآخر خارج، ومر له بعشرة من الرقيق وعشرة من الظهر. فلما أتى معاوية الكتاب أرسل إليه فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أن آمر لك بعشرة من الرقيق، فقال إن علي شيطانا لقد غلبني فكيف أجمع علي عشرة؟ قال وأمر لك بعشرة من الظهر؟ قال إن لي لبغلة واحدة وإني لمشفق أن يسألني الله عن فضل ظهرها يوم القيامة. قال وأمرني أن أجعلك أول داخل وآخر خارج؟ قال لا أرب لي في ذلك. قال فحدثنا عن بلال بن سعد عمن رآه بأرض على بغلته تلك يركبها عقبة ويحمل عليها المهاجرين عقبة. قال وحدثنا بلال أنه كان إذا فصل غازيا وقف يتوسم الرفاق، فإذا رأى رفقة توافقه قال يا هؤلاء إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من أنفسكم ثلاث خلال، فيقولون ما هن؟ قال أن أكون لكم خادما لا ينازعني أحد منكم الخدمة، وأكون مؤذنا لا ينازعني أحد منكم الأذان، وأنفق عليكم بقدر طاقتي. فإذا قالوا نعم انضم إليهم، فإن نازعه أحد منهم شيئا من ذلك رحل عنهم إلى غيرهم وتركهم. باب في مراعاة حقوق الصحبة. حدثني عيسى بن عمر قال حدثني حوط بن رافع أن عمرو بن عتبة كان يشترط على أصحابه أن يكون خادمهم، قال فخرج في الرعي في يوم حار أتاه بعض أصحابه فإذا هو بالغمامة تظله وهو نائم، فقال أبشر يا عمرو، وأخذ عليه عمرو ألا يخبر به. أخبرنا عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة قال جاء ربيع بن خثيم إلى أم ولد له فقال اصنعي لنا طعاما وأطيبيه فإن لي أخا أحبه أريد أن أدعوه، فزينت بيتها وصنعت مجلسه وصنعت طعاما،
وأطابته، ثم قالت ادع أخاك. فذهب إلى سلال جار له قد ذهب بصره، فجاء يقوده حتى أجلسه في كريم مجلسه، ثم قال قربي طعامك. قالت فما صنعت هذا الطعام إلا لهذا؟ قال ويحك قد صدقت. قالت والله ما أدري من هذا. قال إن كنت لا تدرين فإن الله يدري، هو أخي وأنا أحبه. فجعل يأخذ من طيب ذلك الطعام فيناوله. أخبرنا سفيان قال كان الربيع بن خثيم إذا تلا هذه الآية ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها قال بل طوعا يا رباه. أخبرنا عيسى بن عمر قال أخبرنا عمرو بن مرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فسمع صوتا فأمر أصحابه فوقفوا وسار حتى أشرف على رجل في واد، فإذا هو قد نزع ثيابه وهو يترمض في الرمضاء وهو يقول أنوم الليل وباطل النهار. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء الله أن يقف لا يأتيه، ثم لبس ثيابه فأتاه فسلم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتني؟ قال بلى، ولكنه كان في نفسي منه شيء فلم أرد أن أقوم حتى أقضي ما في نفسي أو كما شاء الله أن يقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت السماوات السبع يفتحن لما تصنع، وإن ذا العرش ليباهي به الملائكة. ثم مضى به إلى أصحابه فقال أيكم يعرف هذا؟ فما عرفه أحد من القوم إلا رجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزودوا منه فإنه لن يلبث فيكم إلا قليلا. فقالوا ادع لنا. فقال اللهم اجعل زادهم التقوى. فقالوا زدنا. قال وأصلح ذات بينهم. أخبرنا عبد الرحمن المسعودي قال حدثنا عون بن عبد الله عن أم الدرداء أنه قيل لها ما كان أكثر عمل أبي الدرداء يا أم الدرداء؟ قالت التفكر. قالت نظر يوما إلى ثورين يخدان في الأرض مستقلين بعملهما، واجتمعا إذ عنت أحدهما فقام الآخر. فقال أبو الدرداء في هذا تفكر، استقلا بعملهما واجتمعا، فلما عنت أحدهما قام الآخر، كذلك المتعاونان على ذكر الله. أخبرنا محمد بن عجلان نحو منه. أخبرنا سفيان الثوري عن سليمان أنه قال مثل الذي يشكو إلى أخيه كمثل الذي يغسل إحدى يديه بالأخرى. أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من صاحب غفلة وقرين سوء وزوج أذى، في أخبار أبي ريحانة وغيره. أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن ضمرة بن حبيب بن صهيب عن مولى لأبي ريحانة عن أبي ريحانة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قفل من بعث غزا فيه، فلما انصرف إلى أهله تعشى من عشائه ثم دعا بوضوء فتوضأ منه، ثم قام إلى مسجده فقرأ سورة ثم أخرى، فلم يزل ذلك مكانه، كلما فرغ من سورة افتتح أخرى، حتى إذا أذن المؤذن من السحر فشد عليه ثيابه، فأتته امرأته فقالت يا أبا ريحانة قد غزوت فغبت في غزوتك ثم قدمت، ألم يكن لي منك حظا ونصيبا؟ قال بلى والله ما خطرت على بالي ولا ذكرتك، ولو ذكرتك كان لك حق. قالت فما الذي شغلك يا أبا ريحانة؟ قال لم يزل يهوى قلبي فيما وصف الله تبارك وتعالى في جنته من أزواجها ولباسها ونعيمها ولذاتها حتى سمعت المؤذن. قال وحدثنا ضمرة أيضا أن أبا ريحانة استأذن صاحب مسلحته، المسلحة بفتح الميم صاحب السلاح، من الساحل إلى أهله فأذن له، فقال له الوالي كم تريد أن أؤجلك؟ قال ليلة. فأقبل أبو ريحانة وكان منزله ببيت المقدس، فبدأ بالمسجد قبل أن يأتي أهله، فافتتح سورة فقرأ ثم هكذا، فلم يزل على ذلك حتى أدركه الصبح وهو في المسجد لم يرمه ولم يأتي أهله. فلما أصبح دعا بدابته فركبها متوجها إلى مسلحته، فقيل له يا أبا ريحانة إنما استأذنت لتأتي أهلك، فلم وضيت حتى تأتيهم ثم تنصرف إلى صاحبك. قال إنما أجلني أميري ليلة فقد مضت، لا أكذب ولا أخلف. فانصرف إلى مسلحته ولم يأتي منزله. وأخبرنا أيضا قال حدثني حبيب بن عبيد
أن أبا ريحانة كان مرابطا بالجزيرة الإيمية فارقين، فاشترى رسنا من نبطي من أهلها بأفلس، فقفل أبو ريحانة ولم يذكر الفلوس فيدفعها إلى صاحبها حتى انتهى إلى عقبة الرستن، قال أبو بكر وهي على 12 ميلا من حمص، فذكرها فقال لغلامه هل دفعت إلى صاحب الرسن فلوسه؟ قال لا، فنزل عن دابته واستخرج نفقة من نفقته فدفعها إلى غلامه وقال لأصحابه أحسنوا معاونته على دوابي حتى يبلغ أهلي، قالوا فما الذي تريد؟ قال أنصرف إلى بيعي حتى دفع إليه فلوسه وأؤدي أمانتي، فأنصرف حتى أتى ميا فارقين فدفع الفلوس إلى صاحب الرسن ثم انصرف إلى أهله. وأخبرنا أيضا عن حبيب بن عبيد أن أبا ريحانة مر بحمص فسمع لأهلها ضوضاء شديدة، فقال لأصحابه ما هذه الضوضاء؟ قالوا أهل حمص يقتسمون بينهم مساكنهم. فرفع ضبعيه فلم يزل يدعو اللهم لا تجعلها لهم فتنة إنك على كل شيء قدير، فلم يزل على ذلك حتى انقطع عنهم صوته لا يدرون متى كف. أخبرنا المبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول أخبرني أبو الأحوص قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنده بنون له غلمان كأنهم الدنانير حسنا، فجعلنا نتعجب من حسنهم، فقال عبد الله رضي الله عنه كأنكم تغبطونني بهم، فقلنا والله إن مثل هؤلاء غبط بهم الرجل المسلم. فرفع رأسه إلى سقف بيت له قصير قد عشعش فيه الخطاف وباض فيه، فقال والذي نفسي بيده لأن أكون قد نفضت يدي عن تراب قبورهم أحب إلي من أن يخر عش هذا الخطاف فينكسر بيضه. أخبرنا سفيان عن سليمان عن أبي وائل قال لقيت أبا العلاء صلة فقلت له يا أبا العلاء بأهلك شيء من هذا الوجع يعني الطاعون؟ فقال إنا لأن يخطئهم أخوف عندي لأن يصيبهم. أخبرنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الرحمن بن غن عن حديث الحارث بن عميرة الحارثي قال بعث أو أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فسأله كيف هو وقد طعن، فأراه أبو عبيدة طعنة في كفه فتكابر شأنها في نفس الحارث وفرق منها حين رآها، فأقسم له أبو عبيدة ابن الجراح بالله ما يحب أن له بها حمر النعم. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله ابن أبي جعفر أنه بلغه عن أبي ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا أبا ريحانة لو قد مررت على قوم قد نصبوا دابة يرمونها بالنبل؟ فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا، فيقولون لك اقرأ علينا الآية التي فيها هذا. فمر أبو ريحانة يوما على قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا، فقالوا اقرأ علينا الآية التي فيها هذا. قال أبو ريحانة صدق الله ورسوله، أتأكلونها حراما قمارا وميتة لا تذبح. باب فضائل عمر بن عبد العزيز واجتهاده. أخبرنا جرير بن حازم قال حدثني المغيرة بن حكيم قال قالت لي فاطمة بنت عبد الملك يا مغيرة قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، ولكن لم أر من الناس رجلا قط كان أشد فرقا من ربه من عمر، كان إذا دخل ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك كل ليلته أجمع. أخبرنا محمد بن أبي حميد المدني عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال شهدت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن قيس يحدثه فرأيت عمر يبكي حتى اختلفت أضلاعه. أخبرنا حرملة بن عمران قال حدثني سليمان بن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الملك بن عمر أنه ليس من أحد رشده وصلاحه أحب إلي من رشدك وصلاحك إلا أن يكون والي عصابة من المسلمين أو من أهل العهد يكون لهم في صلاحه ما لا يكون لهم في غيره، أو يكون عليهم من فساده ما لا يكون عليهم من غيره.
أخبرنا جرير بن حازم قال حدثني المغيرة بن حكيم قال قالت لي فاطمة كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول اللهم أخف عليهم موتي ولو ساعة من نهار. قال فقلت له يوما يا أمير المؤمنين ألا أخرج عنك عسى أن تغفي شيئا فإنك لم تنم. قالت فخرجت عنه إلى بيت إلى جنب البيت الذي هو فيه. قالت فجعلت أسمعه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، يرددها مرارا ثم أطرق. فلبث طويلا لا أسمع له حسا، فقلت لوصيف له كان يخدمه ويحك ادخل. فلما دخل صاح. قالت فدخلت عليه فوجدته ميتا قد أقبل بوجهه على القبلة ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه. أخبرنا حرملة بن عمران قال حدثني رجل أنه سمع ميمون بن مهران قال قال لي عمر بن عبد العزيز أما دخلت على عبد الملك؟ قال فأتيت الباب فإذا وصيف، فقلت له استأذن لي عليه. فقال ادخل فإن عنده الناس أو أمير هو. فدخلت فقال من أنت؟ فقلت ميمون بن مهران أخي. فعرف. ثم حضر طعامه فأتي بقلية مدينية وهي عظام اللحم، ثم أتي بثريدة قد ملئت خبزا وشحما، ثم أتي بتمر وزبد. فقلت لو كلمت أمير المؤمنين فخصك منه بخاصة. فقال إني أرجو أن أكون أوفى حظا عند الله من ذلك، إني في 2000 كان سليمان ألحقني فيهما، والله لو كان أبي في نفسي ما فعل، ولي غلة بالطائف إن سلم رفيقه أتاني بغلة 1000 درهم، فما أصنع بذلك؟ قلت في نفسي أنت لأبيك حقا. أخبرنا أبو الصباح قال حدثنا سهل بن صدقة مولى عمر بن عبد العزيز ابن مروان قال حدثني بعض خاصة آل عمر بن عبد العزيز حين أفضت إليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عاليا، فسأل عن ذلك البكاء فقيل إن عمر بن عبد العزيز قد خير جواريه. قال قد نزل بي أمر قد شغلنا عنكم، فمن أحب أن أعتقه أعتقته، ومن أحب أمسكته ولم يكن منه. فبكوا يأسا منه. أخبرنا إبراهيم بن نشيط الوعلاني قال حدثني سليمان بن حميد المزني عن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع القرشي أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال لها ألا تخبريني عن عمر؟ فقالت ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضه. قراءة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا بعض أصحابنا قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل سعيد بن عامر بن حذيم الجمعي على بعض الشام فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهراني القوم، فذكر ذلك لعمر وقيل له إن الرجل مصاب. فسأل عمر في قدمة قدمها عليه فقال يا سعيد ما هذا الذي يصيبك؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس، ولكن كنت في من حضر خبيب بن عدي حين قتل وسمعت دعوته، والله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس إلا غشي علي، فزادته عند عمر خيرا. باب في ذكر ذي القرنين. أخبرنا حرملة بن عمران قال حدثني عبيد الله ابن أبي جعفر أن ذا القرنين كان في بعض مسيره إذ مر بقوم وقبورهم على أبواب بيوتهم، وإذا ثيابهم لون واحد ورقاعها واحدة، وإذا هم رجال كلهم ليس فيهم امرأة، فتوسم رجلا منهم فقال له لقد رأيت شيئا ما رأيته في شيء مما سرت فيه. فقال وما هو؟ قال كذا وكذا. قال إنما هذه القبور التي على أبوابنا، فإنما جعلناها موعظة لقلوبنا، تخطر على قلب رجل الدنيا فيخرج فيرى القبور فيرجع إلى نفسه فيقول إلى هذه المصير وإليها صار من كان قبلك، وأما هذه الثياب فإنه لا يكاد رجل يلبس ثيابا أحسن من ثياب صاحبه إلا رأى له بها فضلا على جليسه، وأما ما قلت إنكم رجال ليس معكم نساء فلعمري لقد خلقنا من ذكر وأنثى، ولكن هذا القلب لا يشغله شيء إلا اشتغل به، قد جعلنا نساءنا وذرارينا في قرية قريبة منا، فإذا أراد الرجل من أهله ما يريد الرجل من أهله أتاها فبات معها الليلة والليلتين ثم يرجع إلى ما هاهنا، إنما خلونا هاهنا للعبادة. قال وما كنت لأعظكم بشيء أفضل مما وعظتم به أنفسكم،
سلني ما شئت. قال: ومن أنت؟ قال: ذو القرنين. قال: ما أسألك وأنت لا تملك لي شيئا قدر علي أن يأتيني بما لم يقدر لي، ولا تصرف عني ما قدر لي. أخبرنا رشدين بن سعد قال: حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد ابن أبي هلال أنه بلغه أن ذا القرنين في بعض مسيره دخل مدينة، فاستكف عليه أهلها ينظرون إلى موكبه من الرجال والنساء والصبيان، وعند بابها شيخ على عمل له، فمر به ذو القرنين فلم يلتفت الشيخ إليه، فعجب ذو القرنين به فأرسل إليه فقال: ما شأنك؟ استكف لي الناس ونظروا إلى موكبي، فقال: ما بالك أنت؟ قال: لم يعجبني ما أنت فيه، إني رأيت ملكا مات في يوم هو ومسكين، ولموتانا موضع يجعلون فيه، فأدخلا جميعا فاطلعتهما بعد أيام وقد تغيرت أكفانهما، ثم اطلعتهما وقد تزايل لحومهما، ثم رأيتهما تقلصت العظام فاختلطت، فما عرف الملك من المسكين، فما يعجبني ملكك؟ قال: ما كسبك؟ قال: في يدي عمل أكسب كل يوم 3 دراهم، فدرهم أقضيه، ودرهم آكله، ودرهم أسلفه، فأما الدرهم الذي أقضي فأنفقه على أبوي كما كان ينفقان علي وأنا صغير حتى بلغت، فأنا أقضيهما. قال: أنت. فلما خرج استخلفه على المدينة. أخبرنا سفيان عن أبي سنان الشيباني قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كان لسليمان 600,000 كرسي. قال: وقال غيره: كانت الريح ترفعه والطير تظله ويليه الإنس ثم الجن، فتغدو به شهرا وتروح به شهرا، فتمر بالسنبلة فلا تحركها، فمر برجل فتعجب منه، فقال له سليمان: تسبيحة واحدة خير مما أنا فيه. أخبرنا سفيان عن زياد أبي عثمان مولى مصعب عن الحسن قال: ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه تبعه إلا سليمان بن داود، فإن الله قال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. أخبرنا سليمان بن المغيرة قال: سمعت الجريري يحدث عن أبي نضرة عن أسير بن جابر قال: كنا نجلس بالكوفة لا محدث لنا، فإذا تفرق الناس بقي رجال فيهم رجل لا أسمع أحدا يتكلم كلامه، قال: فأحببته ووقع حبه في قلبي. قال: فبين أنا كذلك إذ فقدته، فقلت لأصحابي: ذلك الرجل كذا وكذا الذي كان يجالسنا، هل يعرفه أحد منكم؟ فقال رجل: نعم، ذلك أويس القرني. فقلت: هل تهديني إلى منزله؟ قال: نعم. فانطلقت معه حتى ضربت عليه حجرته، قال: فخرج، فقلت له: يا أخي، ما منعك أن تأتينا؟ قال: العري، لم يكن لي شيء آتيكم فيه. قال: وعلي برد. فقلت له: البس هذا البرد. فقال: لا تفعل، فإني إن لبست هذا البرد استهزأ بي الناس وآذوني، فلم أزل به حتى لبسه وخرج عليهم، فقالوا: من خادع عن برده هذا؟ فجاء فوضعه. قال: فأتيتهم فقلت: ما تريدون إلى هذا الرجل؟ قد آذيتموه، الرجل يكتسي مرة ويعرى مرة أوراه، وأخذتهم بلساني أخذا شديدا. قال: وثم رجل من أصحابه فهو الذي يسخر به، فوفد أهل الكوفة إلى عمر ووفد الرجل فيهم، فقال عمر: أها هنا أحد من القرنيين. فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إنه يقدم عليكم رجل من أهل اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدع الله فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدينار، أو قل موضع الدرهم، فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم. قال: فقدم علينا، فقلت: من أنت؟ قال: أنا أويس. قال: من تركت باليمن؟ قال: أم لي. قلت: هل كان بك بياض فدعوت الله فأذهبه عنك إلا مثل موضع الدينار أو مثل موضع الدرهم؟ قال: نعم. قلت: استغفر لي. قال: يا أمير المؤمنين، أيستغفر مثلي لمثلك؟ قال: فقلت: أنت أخي فلا تفارقني. قال: فانملس مني فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة. قال: جعل يحقره عما يقول فيه عمر، فجعل يقول: ما ذلك فينا ولا نعرف هذا الذي يقول ما ذلك فينا، هو الذي كان يذم أويسا في الكوفة. قال عمر: بلى، إنه رجل كذا. فجعل أي يصف من أمره، فقال ذلك الرجل:
عندنا رجل يسخر به يقال له أويس، قال له أدرك وما أراك تدرك. فأقبل الرجل حتى دخل عليه قبل أن يأتي أهله، فقال أويس ما كانت هذه عادتك، فما بالك؟ قال أنشدك الله، لقيني عمر فقال كذا وكذا فاستغفر لي، قال لا أستغفر لك حتى تجعل عليك أنك لا تسخر بي ولا تذكر ما سمعت من عمر إلى أحد، قال لك ذلك، فاستغفر له. قال أسيد، فما لبثنا حتى فشى حديثه في الكوفة، قال فأتيته فقلت يا أخي ألا أراك أنت العجب وكنا لا نشعر به، قال ما كان في هذا ما أتبلغ فيه إلى الناس، وما يجزى كل عبد إلا بعمله. قال فلما فشى الحديث قال هرب فذهب. باب في الاجتهاد في العمل والخشوع. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن مطرف قال ما سمعت أحدا يمدحني إلا تصاغرت إلي نفسي، أو قال مقت نفسي. قال فذكرت ذلك ليزيد بن مسلم قال ما من الناس أحد يسمع هذا إلا سينزو به الشيطان، ولكن المؤمن يراجع. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قيل يا رسول الله من أهل الجنة؟ قال من لا يموت حتى يملأ سمعه مما يحب. قال قيل يا رسول الله من أهل النار؟ قال من لا يموت حتى يملأ سمعه مما يكره. أخبرنا سليمان ابن المغيرة عن حميد ابن هلال قال كان أبو مسلم الخولاني يقول ما عملت عملا منذ كذا وكذا سنة أبالي من يراه من الناس إلا حاجة الرجل إلى أهله أو حاجته من الخلاء. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت فيما يعلم قال كان صلة صنع مسجدا بالجبان، فكان ينطلق فيصلي فيه ثم يرجع فيمر على مجلس فأتاهم فسلم عليهم، فقال لا تحدثوني عن قوم أتوا أرضا فجعلوا ينامون الليل ويجوزون النهار متى يبلغون؟ قالوا لا متى، فقال السلام عليكم فتركهم. فقال رجل من القوم أما تدرون من يعني ما عنا غيركم؟ قال فأقبل إقبالا حسنا وترك مجلسهم. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان إليال من بني عدي قد أدركت بعضهم، إن كان أحدهم ليصلي ما يأتي فراشه إلا حبوى. أخبرنا سليمان عن ثابت قال أتينا أخا لنا مريضا نعوده، فتحدث القوم بينهم أن الإنسان إذا حبس بمرض رفع له ما كان يعمل وهو صحيح. قال مسلم ليس هكذا كنا نسمع، ولكن يرفع له أحسن ما كان يعمل. قال وأخبرنا صاحب لنا عن مسلم بن يسار أن أهل الشام لما دخلوا وهزموا أهل البصرة زمن ابن الأشعث، فصوت أهل دار مسلم بن يسار، فقالت له أم ولده أما سمعت الصوت؟ قال ما سمعته. قال سليمان وكان مسلم بن يسار إذا رؤي وهو يصلي كأنه ثوب ملقى لا يتحرك منه شيء. قال سليمان وقال يونس بن عبيد ما أعلم شيئا اليوم أقل من درهم طيب ينفقه صاحبه في حق أو أخ يسكن إليه في الإسلام. قال وما يزدادان إلا قلة. وعن ثابت قال جاء رجل إلى الحلقة فقال ألا تحدثوني عن شيء أسألكم عنه؟ أتيت على رجل أعتق 4 محررين، قال فرآه رجل فقال يا رب ليس عندي ما أعتق، ولكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأي العملين أفضل فيما ترون؟ قال فما عدلوا وما ميلوا أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل مما صنع ذلك الرجل. قال سليمان وحدثنا صاحب لنا عن علي بن زيد قال سمعت عمر بن عبد العزيز وهو يخطب يقول ألا إن أفضل الأعمال أداء الفرائض وإمساك عن المحارم. أخبرنا سليمان قال سمعت ابن عون يقول ما رأيت رجلا أعظم رجاء لهذه الأمة ولا أشد على نفسه من محمد يعني ابن سيرين. أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن أبي سعد عن زيد بن أرقم قال اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واحسب نفسك مع الموتى، واجتنب دعوة المظلومين فإنها مستجابة. أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب أن الحارث بن عمرو الهذلي أخبره أنهم كانوا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجاءه رجل فقال عبد الله إن بهذا لسفعة من الشيطان، قال فتحدثنا ثم قام عبد الله فأدركه الرجل فقال ألم أسمع ما قلت؟ فقال له عبد الله نشدتك الله، أترى ها هنا أحدا خيرا منك؟ قال لا. قال عبد الله فلهذا قلته، وإنه من يرى في الناس عسى أن يكون خيرا منك، أو كلمة نحوها.
أخبرنا حماد بن زيد قال حدثني رجل أن الصلت دخل على ابن سيرين وعليه ثياب صوف، فنظر إليه محمد نظرا يكرهه، ثم قال: إني لأحسب ناسا يلبسون الصوف يقولون إن عيسى بن مريم عليه السلام كان يلبس الصوف. وقد حدثني من لا أتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس القطن أو الكتان واليمنة، فسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، أحق أن تتبع.